السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حرائق التعليمية. والنهاردة إن شاء الله معادنا مع مراجعة مادة العلوم. السؤال الأول أكمل العالم نقط، هو أول من قسم العناصر إلى فلزات ولا فلزات. طبعا عارفين السنة أولى أنه العالم برزيليوس هو أول من قسم العناصر إلى فلزات ولا فلزات. السؤال الثاني، السؤال الثاني، يمكن تصنيف العناصر المعروفة تبعا لخواصها وتركيبها الكيميائي إلى. اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا ثلاث حاجات، فلزات ولا فلزات وغازات خاملة. السؤال الثالث، نقط العنصر الفلزي السائل الوحيد بينما نقط العنصر اللا فلزي السائل الوحيد. العنصر الفلزي السائل هو الزئبق بينما البروم هو العنصر اللا فلزي السائل الوحيد. نكمل مع بعض الأسئلة. يعتبر نقط ونقط من العناصر الخاملة، طبعا احنا عندنا ست غازات خاملة، ممكن نكتب اي واحد، هيليوم، هيدروجين، نيون، أراجون، زينون، كريبتون، رادون. الرابطة في جزيء النيتروجين طبعا السنة الأولى عارفين انها تساهمية ثلاثية. تكافؤ الليثيوم، طبعا التكافؤ هو عدد الالكترونات التي تفقدها او تكتسبها او تشارك بيها الذرة، واحنا عارفين ان الليثيوم هيبقى تكافؤ احادي، اما النحاس فليه تكافؤين احادي وثنائي. السؤال اللي بعده، تقدر الكتلة بوحدة نقط بينما تقدر القوة بوحدة نقط. الكتلة لها وحدات زي الكيلو جرام والجرام، فهنا هنكتب الكيلو جرام، بينما تقدر القوة بوحدة النيوتن. يتوقف وزن الجسم على، اتفقنا مع بعض ان الوزن بيساوي كتلة في عجلة، يعني بيتوقف على عاملين وهم كتلة الجسم وعجلة الجاذبية الأرضية، ووحدة قياسه هي النيوتن. يمكن تقسيم المركبات الى اربع انواع طبعا، اللي هي احماض وقلويات واكاسيد واملاح. تكافؤ الحديد في مركب FeSO4، طبعا FeSO4 دي اللي هي كبريتات النحاس، احنا عارفين ان الحديد ليه تكافؤين ثنائي وثلاثي. طيب هنا مفيش رقم تحت SO4، ده معناه ان احنا استخدمنا التكافؤ الثنائي، فالاثنين طبعا بتاعه الحديد ضاعت مع الاثنين بتاعه الايه الكبريتات. اما لو كان ثلاثي فكان هيبقى ليه شكل تاني، كان هيبقى Fe2SO4Pi3، فهنا هيبقى ثنائي. يشترط ان تكون المعادله الكيميائيه نقط حتى تحقق قانون نقط. طبعا المعادله الكيميائيه لازم تكون موزونه حتى تحقق قانون بقاء الماده. في المحرك الكهربي، طبعا عندنا تطبيقات القوى الكهرومغناطيسيه ثلاث حاجات، كان عندنا المغناطيس الكهربي، المحرك الكهربي، وعندنا الدينامو اللي هو المولد الكهربي. لما بقول لك محرك كهربي يبقى ده اقصد بيه الموتور اللي بيحول الطاقه الكهربيه الى طاقه حركيه او ميكانيكيه، طبعا الاثنين بيبقوا صح. طبعا لو قلت لك المولد فهو بيبقى العكس، المولد بيحول طاقه حركيه الى طاقه كهربيه. السؤال اللي بعده، من الاملاح التي لا تذوب في الماء هي؟ من الاملاح اللي بتذوب في الماء يا سنه اولى طبعا زي يوديد الرصاص وزي كلوريد الفضه وكبريتات الرصاص. الاسم الشائع لكلوريد الصوديوم ملح الطعام، الصيغه الكيميائيه ليه كلوريد صوديوم هيبقى NaCl، ونخلي بالنا من الاسماء الشائعه ولازم نكون عارفينهم، طبعا بلورات التوتيا الزرقاء اللي هي كبريتات النحاس المائية، وكمان الملح بارود شيلي اللي هو نترات الصوديوم، وعندنا طبعا الأسماء الشائعة كمان للصودا الكاوية والبوتاسا الكاوية، وكمان عندنا الماء الجير. السؤال التالي، تنشأ الرابطة الأيونية نتيجة قوة التجاذب الكهربي بين نقط ونقط. طبعا السنة الأولى بتنشأ الرابطة الأيونية نتيجة التجاذب بين الأيون الموجب والأيون السالب. السؤال اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي، ذرة اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. ذرة اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي، فطبعا ده هيكون الايون السالب. السؤال الثاني، مقدار قوة جذب الارض للجسم، مقدار قوة جذب الارض للجسم ده تعريف الوزن اللي احنا اتفقنا بيقاس بوحدة النيوتن. السؤال الثالث، عدد الالكترونات التي تفقدها او تكتسبها او تشارك بها الذره اثناء التفاعل الكيميائي. طبعا السنه الاولى ده تعريف التكافؤ. السؤال الرابع،
رابطة ينتج عنها تكوين جزيئات مركبات فقط. الرابطة اللي بينشأ عنها مركبات فقط هي الرابطة الأيونية. طب ليه يا ميس مركبات فقط؟ ده ممكن يجي لي سؤال، علل. بقول لأن الرابطة الأيونية بتنشأ نتيجة تجاذب كهربي بين إيه؟ أيون موجب وأيون سالب. طب ما الأيون الموجب ده لإيه؟ لفلز، والأيون السالب للا فلز. كده طالما فلز ولا فلز يبقى عناصر مختلفة، ده معناه إن هيكون عندي مركب. أما رابطة تساهمية فممكن تكون لي جزيئات مركبات برضو لو كان لا فلزين مختلفين، وممكن تكون لي الرابط، ممكن تكون لي عناصر زي طبعا جزيء الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين والكلور والفلور، كل دي جزيئات ثنائية الذرة نتيجة الروابط التساهمية. السؤال الخامس، مواد تعطي عند تفككها في الماء ايونات الهيدروكسيد السالبة. طبعا دي القلويات هي اللي بتعطي ايونات الهيدروكسيد السالب. العنصر الفلز السائل الوحيد، السؤال ده جالنا من شويه وقلنا هو عنصر الزئبق، وخلي بالك ان الزئبق بيتكون من ذره واحده، جزيء الزئبق ذره واحده. قوة نووية مسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها، طبعا دي سنقول القوة النووية القوية. طيب أداة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة مغناطيسية، ده المغناطيس الإيه؟ الكهربي. وطبعا بنقول عليه إن هو مغناطيس مؤقت. عملية كسر الروابط الكيميائية الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة، ده تعريف التفاعل الكيميائي. رقم 10، مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد الناتجة عنه، ده قانون بقاء المادة. المادة بتاعتي بتفضل زي ما هي قبل وبعد التفاعل، ده قانون بقاء الايه؟ المادة. السؤال التالي، علل لما يأتي. عندما تفقد ذرة الفلز إلكترونا أو أكثر تتحول إلى أيون موجب. تعالى معايا كده للفلزات، اتفقنا إن الفلزات بتفقد إلكترونات. طب لما تفقد إلكترونات هيبقى عدد البروتونات اللي جوه ماله؟ أكيد هيبقى أكبر من عدد الإيه؟ من عدد الإلكترونات. طب أكبر بقد إيه؟ قد ما فقدت إلكترونات. يبقى هتبقى إجابة السؤال بتاعي، هقول إن عدد البروتونات الموجبة هيصبح أكبر من عدد الإلكترونات السالبة بمقدار ما فقدته الذرة من الكترونات. يعني مثلا الصوديوم Na 11، عندي لو انا جيت اوزعه المفروض 2 8 1، فالصوديوم بتاعي دوت هيفقد الكترون، وبالتالي هيبقى Na موجب، لان طبعا عدد البروتونات هيكون اكتر من الالكترونات بواحد. السؤال التالي، علل الرابطة في جزيء النيتروجين تساهمية ثلاثية. تعالى معايا كده في النيتروجين. طبعا النيتروجين احنا لو فاكرين طبعا العدد الذري بتاعه كان 7، توزيعه 2 5. طيب النيتروجين المشكلة عنده في ايه؟ ان هو محتاج 3 الكترونات، فبيعمل ايه؟ طبعا ممكن يكتسبهم، وفي التساهمية ممكن هو يشارك بيهم. فكل ذرة نيتروجين بتعمل ايه؟ بتشارك او بتساهم ب3 الكترونات، وبالتالي بيتكون 3 ازواج من الالكترونات في حيازة كل منهما. يعني التلات ازواج دول بيكونوا ما بين الذرتين، وبالتالي بتنشا بينهم رابطه ايه؟ تساهميه ثلاثيه، وبكده كل ذره بتكون كملت مستوى الطاقه الخارجي لها. علل لا تشترك العناصر الخامله في التفاعلات الكيميائيه في الظروف العاديه. طبعا العناصر الخامله بتتميز ان مستوى الطاقه الخارجي لها بيكون مكتمل بالالكترونات، فلذلك فهي لن تشارك في التفاعلات الكيميائيه في الظروف العاديه. علل الاكسجين ثنائي التكافؤ. الاكسجين ثنائي التكافؤ، احنا اتفقنا مع بعض ان التكافؤ هو ايه؟ عدد الالكترونات اللي بتفقدها او بتكتسبها او بتشارك بيها. طب الاكسجين ده عنصر ايه؟ لا فلز. طب بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين، يا اما انه يكتسب يا اما يشارك. يبقى هو ثنائي ليه؟ لان ذره الاكسجين تميل الى اكتساب او مشاركه بالالكترونين اثناء التفاعل الكيميائي لاكمال مستوى طاقتها الاخير. وخلي بالك يا اولاد لازم تقول اكتساب او مشاركه، لان انت لو قلت لي اكتساب بس او مشاركه بس هتنقص عليها. السؤال اللي بعده بيقول لي، جميع الاحماض تحمر صبغه عباد الشمس ولها طعم لاذع. طبعا هي لما بتيجي الاحماض بتتفكك في الميه بتديني ايون الهيدروجين الموجب. ايون الهيدروجين الموجب هو المسؤول عن خواص الحمض، ان هو بيعمل ايه؟ بيحمر صبغه عباد الشمس، ومسؤول برضو عن الطعم اللاذع.
طبعا لو قال لي السؤال دوت على القلويات، ليه القلويات بتزرق صبغة عباد الشمس؟ ليه القلويات ليها طعم قابض؟ هقول له المرة دي انها تعطي عند تفككها في الماء ايونات ايه؟ الهيدروكسيد السالبة، برافو، هي المسؤولة والمسؤولة عن خواص الايه؟ القلويات. فنركز طبعا في السؤال، وممكن يجينا الاتنين مع بعض. احتراق الوقود من التفاعلات الملوثة للبيئة. طب ايه المشكلة يا ميس في احتراق الوقود؟ بتنتج عندي غازات بتلوث البيئة زي اكاسيد الكربون، اكاسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، واحنا طبعا عارفين تأثير كل واحد فيهم. هنا انا مش هقول التأثير، هنا بس هقوله ان بينتج من احتراق الوقود الكثير من الغازات الضارة مثل اكاسيد الكربون، اكاسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين. انما لو سألني ليه اكاسيد الكربون ضارة بالبيئة، او ليه اكاسيد الكبريت، او ليه اكاسيد النيتروجين، فانا هتكلم عن تأثير الحاجة المطلوبة مني. وطبعا عارفين ان اكاسيد الكربون كانوا اتنين، اول اكسيد الكربون وليه تأثيراته اللي هي الصداع والاغماء والدوار والالام الحادة بالمعدة، وثاني اكسيد الكربون اللي بيسبب احتباس حراري. اما اكاسيد الكبريت فكانت بتعمل لنا تهيج للجهاز التنفسي وتآكل المنشآت، واكاسيد النيتروجين بتعمل تهيج للعين وكمان بتأثر على الجهاز العصبي. السؤال السابع، يكتسب مسمار الحديد المطاوع القدرة على جذب برادة الحديد عند وضعه داخل ملف كهربي. طبعا احنا قلنا هو هيكتسب مسمار الحديد المطاوع المغناطيسية وهيتحول الى مغناطيس كهربي مؤقت. فهقول الاجابة، لان التيار الكهربي تأثير مغناطيسي، فعند مروره في الملف يحول مسمار الحديد الى مغناطيس مؤقت. عشان كده بنقول ان ده تطبيق لقوى الكهرومغناطيسية. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث عند التأثير بقوة مناسبة على جسم ساكن؟ احنا اتفقنا ان الجسم الساكن يظل ساكن ما لم تؤثر عليه قوة. طب انا اثرت بقوة على الساكن يبقى هيتحرك، يبقى يتحرك الجسم من موضعه الى موضع اخر في نفس اتجاه القوة المؤثرة عليه. انما انا لو عندي جسم متحرك واثرت عليه بقوة عكس اتجاه حركته هيتحرك في الاتجاه المعاكس. طب لو عندي جسم متحرك واثرت عليه بقوة في نفس اتجاه حركته هتزيد سرعته. السؤال الثاني، تعريض ساق مبللة بمحلول النشادر إلى حمض الهيدروكلوريك المركز. طبعا هيتكون عندي سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم، طبعا للمعادلة NH3 زائد HCl هيديني NH4Cl اللي هي سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم. وخلي بالك إن أي سؤال يجي لك ليه علاقة بمعادلات لازم تكتب لي المعادلة، وخصوصا السؤال ده سواء كان علل أو ماذا يحدث. ماذا يحدث؟ السؤال اللي بعد كده، ماذا يحدث إضافة صبغة عباد الشمس إلى محلول قلوي؟ أو مثلا قال لك بدل محلول قلوي قال لك إضافة صبغة عباد الشمس إلى هيدروكسيد كالسيوم، إلى هيدروكسيد صوديوم، إلى أي هيدروكسيد. اللي بيحصل إحنا عارفين إن القلويات بتعمل إيه؟ تزرق صبغة عباد الشمس أو يتلون المحلول باللون الأزرق. نفس الكلام لو كانت ورقة عباد الشمس الحمراء برضو هتتحول لونها للأزرق. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث عند الطرق على قطعة من الكربون؟ طبعا الكربون هيحصل له ايه؟ سنقول هيتفتت، لان الكربون من اللافي للذات، فطبعا هتتفتت قطعة الكربون بسهولة. السؤال اللي بعده بيقول، اذكر اسم الملوث الذي يسبب كل من رقم 1 الصداع والدوار والاغماء واستنشاقه بكميه كبيره يؤدي للوفاه. طبعا اللي كان مركز معانا هيعرف ان احنا قلنا مين الغاز اللي بيعمل كده، غاز اول اكسيد الكربون. ممكن يعكس لك يقول لك ايه تاثير اول اكسيد الكربون، هتكتب له التاثير بتاعه. طيب تهيج الجهاز العصبي والعينين، قلنا ده تاثير مين؟ اكاسيد النيتروجين. الله ينور. مسألة، طبعا نخلي بالنا المسائل مهمة جدا جدا جدا، ولازم طبعا بيجينا في الامتحان مسألة سواء التطبيقات عموما او الامتحان كمان بتاع اخر السنة. والمسألة بتكون سهلة جدا يا سنة اولى. مسألة بتقولي ايه؟ احسب وزن جسم شخص كتلته 50 كيلو جرام اذا علمت ان عجلة الجاذبية الارضية 9.8 متر لكل ثانية تربيع. هو هنا عايز الوزن، طبعا مديني الكتلة ومديني عجلة الجاذبية، وانا حافظ القانون اللي بيقول ان الوزن بيساوي الكتلة بالكيلو جرام في عجلة الجاذبية الارضية. عندي طبعا الكتلة 50 اهيت، هضربها في 9.8 بالراحة كده تطلع لنا 490. طب يا ميس الوحدة ايه؟ الوحدة هي النيوتن. خلي بالك ان ممكن الكتلة تجيلك بالجرام، ساعتها هحولها للكيلو جرام. ازاي بحول من الجرام للكيلو جرام؟ اقسمها على 1000.
ممكن مش كل مره يطلب وزن، ممكن يطلب كتله، ساعتها هقول له ان الكتله بتساوي وزن على العجله. وخلي بالك ممكن يطلب عجله الجاذبيه على اساس مسائل كده اللي عندنا اللي هي بتاعت كوكب اورانوس او عطارد، يعني هو ممكن يطلب عجله الجاذبيه الارضيه او عجله جاذبيه اي كوكب اخر، ساعتها هقول له ان الجيم اللي هي عجله الجاذبيه هتساوي الوزن على الكتله. نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا استفدتم من المراجعه، وبالتوفيق ونركز كده وربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.